أهلا وسهلا بحضراتكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طريقة تغيير عادة سلبية في شهر رمضان، وهي عادة الانفعال، وإنك إزاي تقدر تهيئ نفسك نفسيا إنك على مدار هذا الشهر تتخلص من هذه العادات. النهاردة هنكلمك عن عادة الغضب، بس للأسف الغضب ما نقدرش نقول عليه إن هو عادة سلبية، إنما نقدر نصنفه علميا بإن هو موقف سلبي. ركز معايا في أي موقف أنت كنت غضبان فيه جدا. اللي بيحصل إن فكرتك عن الموقف ده بتخليك عندك شعور بإنك ضحية، أو بإن في شيء من الألم وقع عليك، أو إن في شيء من الأذى وقع ضدك، أو إن في حد بيلحق هذا الأذى بيك. كل مفاهيمك عن الغضب هي مرتبطة بموقف أو شخص. رغم إنك اللي مش بتقدر تتحمله من هذا الشخص ممكن تتحمله من أشخاص تانيين. إذا لو جيت تسمي الأمر هتلاقي إن أنت الغضب بتاعك مرتبط بأشخاص معينين. فأبعد مكان جوانا ممكن نتحمل من ناس حوالينا اللي مش بنقدر نتحمله من ناس تانية. وعشان كده الغضب مختلف عن الانفعال، لأن الانفعال بيظهر مع اختلاف الأشخاص زي بعض، أو كل شخص بينفعل ممكن أنا أنفعل بطريقة وأنت تنفعل بطريقة، لكن كلنا بنمر بالانفعال في موقف أو آخر. الغضب بيكون مرتبط بشخص معين أو موقف معين. اسأل نفسك خلال شهر رمضان، مين هم الأشخاص اللي بيثيروا غضبك؟ أو إيه هي الطريقة اللي بيكلموك بيها وبرضه بتثير غضبك؟ وإيه هي المواقف اللي بتثير غضبك؟ وعلى مدار الشهر حاول إنك تتعرض لنفس المواقف وما تغضبش. حكمة اللهم إني صايم الغرض منها إنك لا تفقد هذا الأمر، لا تفقد الصوم، لا تفقد الأجر. لو دربت نفسي إن أنا أعمل حاجة اسمها إكسبوجر أو التعرض، وده أحد تكنيكات العلاجات السلوكية في إن أنا أعرض نفسي للمواقف اللي بتضايقني وما أثرش غضبي من جوايا، بس أدرب نفسي إن الموقف اللي كان مرتبط عندي ويسموه في العلاج السلوكي اشتراط، اللي كان مشترط بإن لو ده حصل أنا هغضب، لو الشخص ده ظهر في حياتي أنا هغضب، هتتعرض لنفس الأشخاص ونفس المواقف ومش هتغضب. وهنا مع مرور الوقت هذه العادة السلوكية اللي هي الغضب هتلاقيها أقل بكتير جدا جدا جدا. أشكرك وأشوفك في عادة سلبية تانية وطرق التخلص منها نفسيا.